يعني هلأ أنت هداك الشاب يلي بيحب أختي ياسمين؟ إيه أنا هو. أنت بتعطي محاضرات بالجامعة وبتعرفي أنه تصرف عيب كبير، تقري رسائل غيرك. عن جد؟ قبل ما تعلمني العيب تذكره أنت. مو عيب أنك تلحق بنات الناس وتتصرف معهم بهي الطريقة؟ هاد مو من الأخلاق أبداً، هذا تصرف ناس قليلين أدب وزعران. لا، تصرفي ماله غلط، لازم أحمي أختي، فهمت؟ بلا أخلاق. عفواً يا أنسة، بس قلتلك أني شاب محترم من عائلة محترمة، أنا متعلم ولاعب على المستوى الوطني، وعن جد أنا بحبها لأختك كتير. صدقيني أنا بحبها لياسمين، بحبها بإخلاص. أنت مستحيل تفهمي شو هو الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو جزء من العبادة. أنت صعب عليكي أنه تحسي بإحساس الشخص اللي بيحب حب حقيقي. ولا حتى رح تقدري تعرفي المعاناة اللي ممكن يعانيها العاشق وقديش بيتحمل. كل هذا الشيء أنا بعرفه لأني مجنون بالحب اللي عايشه. أنا عاشق مجنون، كل نبضة بقلبي بتنبض باسم واحد بس، ياسمين. بس اتطلع بوجوه الناس بشوف وش واحد بس، وش ياسمين. شو ما حكوا معي الناس ما بسمع غير اسم واحد، ياسمين. لما شفتها أول مرة هي سيطرت على قلبي وعلى عقلي كمان، ما عاد فكرت بشي تاني غيرها هي. أنا متذكر اليوم يلي شفته فيه أول مرة، شفته هون بالمعبد. مين بيعرف وين نسيمي؟ عجب نظارا غم تیرے دا بارا میں جچدا ہے یاد تیری دا ایسا پامبڑ ہولی ہولی مچدا ہے عجب نظارا غم تیرے دا بارا میں جچدا ہے یاد تیری دا ایسا پامبڑ ہولی ہولی مچدا ہے ساتھ نالو وقت کم زور کوئی نا دل یتے چل دا. الأفلام سيئة ما؟ قلت لي حبيتها من النظرة الأولى؟ الحب من النظرة الأولى ما بيصير غير بالكتب والأفلام، لأنه ما في حب بالحياة الواقعية. غلطانة يا تيجو، إذا ما في حب بالواقع تأكدي يعني ما في حياة أبداً. طيب فهمت، وقعت بحب ياسمين من أول نظرة صح؟ قلي ليش ما اعترفت لها؟ ليش ما سألتها هي شو بتشعر تجاهها؟ مو يمكن هي تكون بتحبك؟ تيجو، هي هي المشكلة الحقيقية بالملاكمة. صدقيني إذا بتحطي أقوى ملاكم قدامي أنا مستعد أنهي خلال دقيقتين. بس باللحظة يلي بتمرق ياسمين فيها قدامي بنسى كل شيء وبضعف كتير، بحس بالخوف حتى. بتخاف؟ إيه طبعاً. من شو؟ خاف اني اخسرها.
أكثر شخص ما بتملكه. ولا لقيته؟ ليك تيجو، مين قالك إني ما لقيتها؟ أنا جوات روحي لقيتها، هي متربعة على عرش قلبي. وبتعرفي شو هي المشكلة الكبيرة؟ إنه يلي بقلوبنا أكتر شي نحنا منخاف إنه نخسره. لهيك منعت جاس إنه يروح على بيتكن هداك اليوم. صدقيني البنت هاي بتكون حبيبتي، يا أما بتتركها أو بقتلك، يا أما بتسمعنا يا أما رح نقتلك. كنت مفكر إنه جاس جاي يطلب إيد ياسمين. خد مني هي وعطيها لهديك البنت. مين عطاك ياها؟ هداك. آسف يا أنسة، بس الرسالة إجتك بالغلط. بفهم إنه الرسالة انبعتت منك لياسمين؟ الرسالة والاعتراف اللي صار بمول شانديغار كمان. هاي فرصتك، روح حاكيها. بدي اياكي تتأكدي إنه نحن قلوبنا معلقة ببعض، عم تسمعي مو هيك؟ أنا بعرفك شي. أنتِ؟ كل هاي الشغلات أنا عملتها لياسمين. وهداك اليوم بالمشفى عرفت إنه أنتوا إخوات. ليكي تيجو، أنا مالي أزعر ولا حتى من الشوارع. أنا بحب أختك بإخلاص، وكنت عم أعطيها هي الهدايا لأخلق جو قادر وصل لها مشاعري. وإذا وافقت كنت رايح أقول لأهلي عن الموضوع بعدين إجي أطلب إيدها بالبيت. وهي أنا عم أطلب إيد ياسمين منك، وإذا بتوافق بكون أسعد إنسان بالكون. صدقيني. وهلأ أنا عم أطلب مرة تانية إيد ياسمين منك يا تيجو. هاد الشي مستحيل يصير. ليش مستحيل؟ في حدا بقلبه يعني؟ ايه في. هي حلمة انه تسافر على كندا، وبصراحة هي حلمة انه تسافر معه لهنيك. اختي ما بتحب حدا اكتر من كندا. هاد الحكي يمكن يجرحك، بس هي هي الحقيقة. صدقني. ليك يا ريت ما تزعل مني بسبب حكي. هذا الشيء مستحيل على فكرة يا تيجو. انت عم تاخدي اسم اختك وتقولي لي احلامك، حلمك انك تروحي على كندا لهيك رح تتزوجي جاس؟ لا. انا ابدا ما فكرت سافر. بنجاب بس عم تمشي جوات دمي وقلبي. بس يمكن انا هيك حظي. جاس مكتوب بكتاب قدري، ولهيك قلت بروح على كندا كرمال عيلتي. حبيت قلك قبل ما تنكسر أحلامك. على كل حال، إذا أنت بدك تعيش حياتك وما تضل عم تتعذب، لازم تنسى ياسمين. هي ما رح تقبل فيك بنوب، لأنه ما عندك تأشيرة تسفرها على كندا. وافي تيجو،
انت عم تقولي هاي الشغلات لحتى اترك اختك مو هيك صح؟ رجاء فاتح، انا مستحيل فكر اعمل هيك شيء رخيص بنوب. انت حكيت لي مشاعرك الحقيقيه، لهيك انا حكيتك بصراحه. انت عملت شيء منيح لياسمين. وشغله تانيه، ما في داعي انك تجي على الخطبه مع جاس. أنا بشرح سوء التفاهم يلي صار بيناتكن أنت وجاس. أنت لازم تعيش حياتك. إذا ما بدك تتعذب وتنكسر أحلامك وقلبك، انسى ياسمين. هي ما رح تقبل فيك بنوب لأنه ما عندك تأشيرة تسفرها على كندا. هي ما رح تقبل فيك أبداً لأنه ما عندك تأشيرة تسفرها على كندا. كان عندي حلم واحد اتدمر اليوم كمان، شو بدي أعمل هلأ؟ خلونا نبلش تجهيز لمراسم الموسيقى. بنات شو بكن، حركوا حالكن. إذا بدك تعيش حياتك وما تضل عم تتعذب، انسى أختي ياسمين. أنا أول ما فيق من نومي ما عندي غير شي واحد فكر فيه، ياسمين. ليش هيك؟ ليش كل هالشي صار معي؟ ليش ليش لا ليش ليش؟ لك أخلص، شو عم بتساوي انت؟ اتركني. شو انت جنيت؟ شو حتستفيد من هالشي؟ شوف فاتح، أحسن حل إنه تنسى كل الموضوع. أنا بعرف إنك رح تتضايق كتير، ايه بس بعد فترة بتنسى الموضوع. اسمع بوزو، أنا ممكن أنسى إنه أتنفس، ممكن قلبي ينسى يدق، بس ما بقدر أنسى ياسمين بيوم. طيب أخي، شو بدك تعمل هلأ؟ كل نبضة بقلبي بتنبض باسم واحد، ياسمين. سمران لما تركت البيت وراحت على كندا، أنا حكيت شي واحد بس، هي ميتة بالنسبة لنا. هي هون، بقياني بقلبي. قلت لك إذا حبيت حدا وتعلقت فيه، بتنسى البطولة الوطنية، حتى لو راحوا على كندا أنت ما دخلها، بتركز على اللعبة وبس. رايح على كندا. كندا؟ شو انت جنيت على الاخر؟ يا فاتح، انت فكرت بابونا؟ هو قطع كل علاقاته باختي سمران، واذا انت رحت على كندا وقتها. اخي فاتح، انت ما فكرت فينا؟ نحن خسرنا اختنا سمران وما بدنا نخسرك كمان. الله يخسر.
بس بس بس. تعرف وقت رحت على هاد التكريم ولما حكيت مع سار بجيت فهمت المعنى الحقيقي للحب، وفهمت إنه ما في أعظم من الحب بالكون. هاد هو الحب، حب سار بجيت ومهار الغير مشروط. تماماً هيك، مثل هيك حب اللي بتضل عم تحس فيه حتى لو كان اللي بتحبه مانو موجود معك ومو جنبك، اللي صورته بتضل قدام عيونك على طول كل الوقت، اللي ما بتقدر تلمسه بس بتقدر تحس فيه بقلبك وللأبد. هاد هو الحب. إذا كان حبي عن جد حقيقي وإذا كان عندي إيمان بهذا الحب، الله رح يعطيني طريقة لحتى أحصل عليه. لك أنا مو قلت لك أنا مو نبهتك تنهي أي علاقة بطرفتك فيها تعملي هيك؟ بس أنا اسكتي. أنا عندي علم إنك أنت عم تبعتي لهديك البنت على كندا اللي ما اهتمت فينا ولا احترمت اسمنا ولا احترمت أصلنا. أنت كذبتي بالاتفاق مع أولادك. سمران لما تركت البيت وراحت على كندا أنا حكيت شي واحد، هي ميتة بالنسبة لنا. وبالتالي إذا ما فهمتي هذا الحكي معناها تفضلي روحي لعند بنتك على كندا ودلليها قد ما بدك وطبخي لها وطعميها. خلص بكفي، لأمتى رح تضل زعلان منها؟ سامح الله يوفقك. إذا هي تصرفت هيك تصرف فمشان حبها. وحبنا نحن شو؟ ما في احترام لحبنا؟ اسمعي هذا الشيء وخلي ببالك، اسمها ما عاد ينذكر بهذا البيت، انسيها بقى. كيف بدك يعني انساها؟ بالنهاية هي بنتي. ايه وأنا كمان أبوها. إذا الأب قدر ينسى معناها الأم بتقدر. شفت أخي؟ بابا ما رح يفهم بحكي القلب. سمران لما تركت البيت وراحت على كندا أنا حكيت شي واحد بس، هي ميتة بالنسبة لنا. أنا بتمنى اليوم قبل بكرة بس بابا أختي بطل يحكي معي بالمرة. هي حلمة أنه تسافر على كندا. إذا ما بدك تتعذب وينكسر قلبك وأحلامك انسى ياسمين. فاتح بوجي شو صاير؟ اليوم أبوك كان كتير قلقان ومشغول باله، هو أبداً مانو مثل ما بيظهر للعالم، قلبه رقيق وحساس كتير وواضح إنه مقهور من قلبه. أبوك خشبير ما بيبكي حتى قدامي، فكنت عم فكر إنه إذا بهالوقت حاولت توقف معه وتحاكيه وتهديه رح يحس حاله أحسن. بابا مو أنت قلت إنه الأب وابنه بيقدروا يقعدوا مع بعض ويشربوا؟ يا بابا أمي كمان ما أنا غلطانة. هاي أمك مفكرة إنه ما في قلب بصدري وما رح تفهم إنه هالقسوة لأنه مكسور قلبي. سمران كانت بنتي الأولى وأنا عملت ولائم بخمس قرى يوم اللي ولدت، وبنفس اليوم قلت للكل إنه بنتي سمران رح تجيب الميدالية الذهبية للهند ببطولة الريشة. هيك كنت مفكر. بابا أنت معك حق تعصب كل هالقد، بس معقول مو قادر تسامح أختي؟ أنا قلت هذا الشيء من قبل، قلت إنه الأسف والاعتذار هن مجرد مضيعة للوقت.
فاتح، عندي ثقة كاملة فيك إنك ما رح تعمل مثل سيمران وتجيب العار لإسمي واحترامي. واثق إنك رح تجيب المجد للهند وكمان لعيلتك، وتخلينا نرفع راسنا فيك. وعدني يا فاتح، وعدني إنك ما رح تخزلني. هي حلمة إنه تروح على كندا. هالبنت مانا طالبة إلا تتجوز شاب ياخدها على كندا. انسى ياسمين. توعدني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.